عملنا فيديوهات كتير جدا على القناة هنا عن موضوع الطاقة المجانية وفيديوهات الحركة المجانية وقصص وحكايات كتير كده اتكلمنا عنها. فيديوهات كتير كثير من القنوات مشهورة جدا بالموضوع ده وبتعمل العديد من الفيديوز، وللأسف القنوات عليها ملايين المشاهدات وملايين المشتركين. القناة اللي هكلمكم عنها النهاردة عليها 1,120,000 سبسكرايبر ونشرة فيديو زي ده. الفيديو باختصار ان هم بيجيبوا الحدافة اللي بتشتغل بالزنبرك واللي احنا اتكلمنا عنها في فترات قبل كده، او من حوالي فيديوين ثلاثة كده اتكلمنا عن الحوار ده وقلنا ان الحوار ده ليس عمليا وان الحركة مش هتستمر للنهاية وان الموضوع هيفشل بسبب ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. حاجات كتير كده منافية ل موضوع القوانين الفيزيقية يعني والفيزيائية. بيجيب حدافة زي دي كده وحط هنا زنبوركة او سوستة كده ويبدأ يدي الحدافة دي زقة فتبدأ الحركة تستمر، ظنا منه ان السوستة دي شغالة طول الوقت وان السوستة دي عمرها ما هيصيبها ضعف يا فندم، وان السوستة دي رائعة، وان السوستة دي عايشة طول الحياة، اللي هو البني ادم نفسه اصلا بطبيعة الحال بيفنى يعني، فما بالك بمادة زي دي. بيقول لك مدى الحياة، طاقة مجانية مدى الحياة، وان الحدافة دي مش هتحتاج تتزق بعد كده. فطبعا قناة عليها 1,120,000 تنزل فيديو زي ده بنشر الكثير من المعلومات المغلوطة، واحنا في فترة من فترات انساقنا وراء هذه الفيديوز، ويمكن في فيديوهات لحد دلوقتي على القناة انا مش واخد بالي منها، يعني الفيديو اللي بكتشفه على طول بحذفه وبلغيه. وكان في احد المهندسين ربنا يبارك له عشان الصبح عمر ويعني نبهنا الموضوع ده وخلينا حتى نسيرش على الفيديوهات ديت ونبدأ ننتقدها بطريقة ما وناخد اراء الناس فيها يعني. فالموضوع صعب جدا، لكن انا هقول لك الحكاية. احنا بدل ما نعمل التجربة يعني بعد ما جربنا التجربة، هل بقى نروح بقى نرمي المكونات وتعبنا وبتاع، ولا لا نطلع للناس ونقول لهم اهو بنولد كهرباء، اهو بننور لمبة، اهو كالعادة يعني ناخد اللقطة قدام الكاميرا وخلاص موضوع انتهى. كمان ده ان في فيديوهات كتير على القناة دي ماشية بهذا المنوال، يعني مثلا مرة ولد طاقة شمسية من اقراص اللي هي السيديهات القديمة دي، اشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، واشياء ما بتستحقش ان حد اصلا يعني يسعى ويصرف عليها وقت ومجهود وفلوس. ده غير اني في مرة من المرات عملت فكرة ليه، هو فكرة المروحة، جاب مش عارف مروحة سقف وقعد يعدل فيها وبتاع، وجدت شرحت الفكرة دي وكانت النتيجة المقززة ان حد من المتابعين بتوعي انا جرب الموضوع ده وقال لي ما انتجتش كهرباء بربع جنيه، ويجي الرد طبعا الطاحن الشاحن القاسم ان يقول لك انت عملتها غلط. انا لو جيت اتكلمت مع حد في الموضوع ده يقول لك تنفستها غلط، المشكله مش عندك، المشكله عندنا، ده هي قدام الكاميرا منوره اهي. وياتي برضو السؤال الابدي الازلي اللي احنا دايما نقوله يا جدعان، الشركات الكبيره نايمه عن افكاركم الجهنميه ديت فين يا جماعه؟ نايمه عن الافكار الرائعه بتاعتكم دي فين يا جماعه؟ الشركات الكبيره ما عندهاش معلومه عن الموضوع ده؟ عشان تيجي حضرتك انت تعمل عارف زمان والله جه في بالي هما ليه ما يعملوش يو اس بي مشترك، يو اس بي بحيث ان انا عندي يبقى ما كنتش اعرف ان في زمان ان في دلوقتي حاجه اسمها يو اس بي هاب، وهو عباره عن حاجه عامله زي مشترك الكهرباء وبتاع. ففكرت في الموضوع ده زمان فكره وقلت ما دام انت فكرت فيها عبد الرؤوف اكيد حد عملها، فيعني الفكره ويا عم انا هقول لك انت لسه مفتكر الفكره ديت ومحدش اكتشفها. في ملايين الفيديوهات موجوده على يوتيوب اجنبيه وعربيه بتشرح الموضوع ده، نفس القصه برضه بتعمل نفس القصه. الموضوع ان عمر البتاعة ديت ما هتنها مستمرة او الحدافة دي شغالة طول الوقت، هتقف والطاقة هتتفانى، هتبدأ تنقص 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 لحد ما تقف. نظام غير اعتمادي، نظام غير مستمر، هيبقى فيه احتكاكات موجودة، هيبقى فيه ضعف في الزنبرك اللي موجود، هيبقى فيه وفيه 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 مشكلات كثيرة وجمة ستواجه هذا النظام وهذه المنظومة. وكمان بقى يعني جميل ان تيجي تبص على الكومنتس تحت الفيديو ده تلاقي ناس كثير جدا جدا معلقة من المتابعين، يعني يقول لك ايه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، قانون الفيزياء، تالي لا يمكن لاستمرار دوران الحدافة اكتر من دقيقة واحدة، سوف تتوقف لانه لا يوجد مصدر للحركة بالاضافة الى الاحتكاك وتوليد تيار عكسي داخل المولد بمجرد توصيله باللمبات، قانون لينز القوة الدفع العكسية. وديت كلها قوانين، والعجيب بقى انك تلاقي صاحب القناه عامل لايك يعني او عامل لاف على الكومنت، انت يعني موافق ولا معترض ولا تفسر لنا الراجل ده صح ولا غلط. فكل هذه ومعظم هذه التجارب وكثير من القنوات موجوده بهذا المنوال لا تستند الى اي اساس علمي، تيجي تكلمه بالعلم يقول لك ما اعرفكش انا بكلمك بالتجربه. طيب ما هو العلم وظيفته يا فندم اني يحكم على التجربه ديت هل ستستمر ام لا، يعني ممكن التجربه تنفع معانا شويه وتشتغل معانا دقيقه ولا دقيقتين، ولكن هل ستستمر
حد تاني كاتب بالكذب عيب وحرام، حد تالت كاتب له تعودنا على صدقك لا تشوه السمعة تعبت ووصلت لها، حد كاتب له بقى لو كانت التجربة ديت عشان تبين انها خدعة مفيش مشكلة، انما تقنع المشاهد انها حقيقية فتكون ارتكبت خطأ فادح وتروح مصداقيتك علميا غير ناجح. اوعى تكون صدقت نفسك ان انت اللي فكرت في الفكره دي، اغلب قنوات شرق اسيا مش عارف عاملين الخدعه دي وبيضحكوا بيها على الناس، ولو الفكره صحيحه عمر ما هيعملوا ليها فيديو هيسجل اختراع راعي ان الناس ممكن تعملها وتخسر فلوس وانت تكسب مشاهدات. احنا نعمل الفيديو فعلا الراجل ده مثلا يكون معاه يقول لك ايه، نعمل فيديو يثير الجدل، نخش الناس تدخل تتفرج فنعمل الكلام ده والناس تكسب مشاهدات. واحد بيقول له فقط مصداقيتك ومن غير سلام، حد كاتب له يقول له نطالب صاحب القناة بإعادة تشغيل النظام مع التصوير من تحته ومن كل الجوانب والاستجابة لمتابعيه في كل ما يطلبوه حتى يثبت لهم مصداقيته التي اختلت بها المقطع للأسف. كمان حد كاتب له لقد سقطت في اللعبة. كمان حد كاتب استخفاف بعقول المشاهدين، عيب عليك وانت في السن ده تعمل فيديوهات وانت عارف انها كذب. بيقول له اتحداك تصور الفيديو من اعلى وتظهرها كامله وهي شغاله مشغلها بشنيور. على فكره النموذج ده له اشكال كتير في الاستخدام، مثلا كطلوب برفع مياه، ولذا اي شيء لا تقتنعوا به اعملوه جربوه، واي عيوب طوروها بدلا من التشكيك لا يفيد. حد كاتب له برضه اتمنى توضح التجربه في اكتر في فيديو اخر لاني بدات افقد مصداقيه هذه القناه، لسه الناس جت فوق دلوقتي بعد 1,120,000 سبسكرايب. لو استمر الدوران، واحد كتب له لو استمر الدوران لخمس دقائق يمكن ان نقول انها ناجحه، ولكن انت لا تتقصد لابقاء قليل من الوقت لدورانه. يعني حد بيقول له انت قاصد تخليها تدور شويه صغيرين جدا وخلاص بناخد اللقطه وخلاص. السلام عليكم، ليه ما صورتش تحت الطاوله؟ انا شايف كيبل اسود في الارض. يعني شركات المولدات، ده كومنت تاني، يعني شركات المولدات كيف فاتتهم دي وصنعوا محرك ديزل او بنزين وصوت وجع راس وتكاليف الوقود. كاتب له مع الاسف عليك. حد تاني كاتب يا اخوان انتوا جربتوا فكرته وبعدين احكموا عليه، ما اعتقدش يضحي بسمعته ويفقد مصداقيته. انا مش عارف جايين فين، ان في تجارب كتير اصلا على القناه دي، حوارات لا تنتهي. يعني اي حد بيفهم بربع جنيه مش هيغامر في هذه الحوارات. بقول واحد بقى كاتب ايه، هذه التجربه شدت انتباهي كثيرا ولم القي لها بال، لكن حين رايتها منك انت بدات اصدق انها فعلا حقيقيه لاني لا اظنك من الكاذبين، لذلك سأقوم بتجربتها بإذن الله تعالى وسأعود إلى تعليق هذا لأكتب النتيجة. هو بقى كاتب له أهم شيء مقدار شدة السوستة ووزن الحدافة يكون تقيل، هل تقصد أن أجعل السوستة مشدودة بشكل كبير أم العكس؟ حد كاتب كمان هو طبعا بيستخدم مع الحركة ديت مضخة الفلتر يا جماعة، اللي هو من بداية من خمس مراحل كده في الفلتر ده بيجيبوه يشغلوه بيديله حركة وهو يخرج كهرباء. بيقول لك إيه، ده محرك مضخة فلتر وانا جربته بيستحيل يشغل الليد بسرعة دوران بطيئة، هذا فيديو كاذب لا توجد طاقة من العدم. انت احنا كنا يعني انا شفت فيديوهات كتير من الاجانب عن النموذج ده واحاول اقلد حتى لو تطلب مني الامر محاولات كتير. كمان الحركة الفيزيائية العكسية للنوابض ادت الى الدوران لكن بسرعة بطيئة، ربما تعديل الزراعة والنوابض تصبح افضل الفكرة. واحد كاتب له يعني انت مصمم تكذب لحد اخر ثانية، مش فارق معاك الكذب والغش والفلوس الحرام، اتق الله في المحتوى اللي بتقدمه للناس وخليك صادق، الناس بتتابعك بيشتروا الحاجة دي بفلوس عشان ينفذوا كل الكذب اللي بتطلب تطرحه ده للناس، فحرام عليك بجد. حد كاتب الطاقة تتحول ولا تنتج، هذا قانون الفيزياء، أفكار جميلة لكن يجب أن تأتي بمصدر طاقة وهذا غير ممكن، وإن كان ممكن في بعض المواد الذاتية إلا أنها لا تفي بالواجب، فالتحريض يجب أن يكون قوي بإنتاج الطاقة مثلا دينامو الدراج، يجب عليك بذل جهد كبير نوعا ما لإشعال. حد كاتب تاني استخفاف بعقول البشر جرى إلغاء الاشتراك. يعني بص كمية كومنتس كتير جدا جدا جدا، أنت عار على الفيزياء وبس، أنا لا أعلم شنو هو فائدة الكذب، لا تكن مع الكاذبين، انت هجصت دوام الحال من المحال. تكتب له لو سمحت الرومان بلي بدل مش عارف ايه يمشي، قال له يمشي اوكي كونفيرم. وهي بقى معظم الناس العاديين للاسف اللي بيتابعوا القناه او المحتوى ده تلاقي ناس ايه ما عندهمش علم، ناس عاديين ذو ناس طبيعيه عاديه ما عندهاش اي خلفيه علميه يقدروا يحكموا بيها على اللي بيشوفوه، فيجي ينبهر وتبص تلاقيه ايه عمال يقول له انت معلم انت جامد انت اسطوره انت والكلام ده كله. وده دايما الموضوع خد بالك في اي حد جاهل سواء كان ممثل مغني مش عارف ايه، تلاقي اللي بيتابعه الفئه اللي هي ما عندهاش اي علم ولا اي تعليم، لم تربى ولم تتعلم اي شيء في هذه الحياه، ان هو يجي ينبهر بشخص عديم القيمة وعديم الفائدة يعني او لا يقدم شيء. حد كاتب بقى ايه، السلام عليكم اخواني الاعزاء، الرجل اهل خبرة كبيرة في مجال الطاقة وانا اقول رأيي لله ولا اظن انه يحتال علينا، اللي يريد خلي يجرب بس لا تطعنوا في مصداقياتي، وتحية احترام لكل الاخوان. بقول لك خبرة كبيرة في مجال الطاقة، ده كومنت لوحده يستحق الضحك.
بقول له عايزك في لحظة روقان تعمل لنا فيديو لتهوية الريسيفر الصغير، حط عليه مروحة حضرتك. بقول له واحد بيقول له ازاي وانت اشرت لشخص بجنبك يحرك العجلة؟ قد جربت الاختراع يشتغل مدة معينة ويوقف بل بالتدريج. حد كاتب له فادتني الصراحة انا بصحراء السعودية. واحد كاتب ان في الفيديو في تلاعب، في بداية الفيديو عندما حرك ولم تدور توقفت العجلة في سلك مخفي في ملف حصاده الزرع، والمقطع الثاني عندما مسك الحذافه لتوقف قطع التصوير لان الاستيك المخفي ما زال واصل في الملف، ولو ترك الحذافه مش عارف ايه. بالمختصر خداع، لان التجربه دي موجوده في المواقع الاجنبيه وفضحت. وسلامكم المستقرب. كمان لولا عارف انك راجل محترم مش كنت قلت الجهاز ده كده كله كذب. انا كنت من المتابعين بس الفيديو ده خلاني عرفت الذي يعني. وكثير من هذه الفيديوز اللي بتشكك في الموضوع ده. انا كعبد الرؤوف لم اجرب هذه التجربة ابدا، ولم يعني اتعرض لها لعدم اقتناعي بها نوعا ما. فلو حضرتك عندك بقى ما يثبت عكس كل هذه القوانين التي اثبتها العلماء فاتفضل قول لنا، رد علينا، لايك وشير الفيديو لغاية. اشوفكم على خير. لو عند حضرتك اي كومنت تحت الفيديو حطه، او اي استفسار حطه في كومنت تحت الفيديو. ولو ما راح يشوفني فانا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.